في البلاطو والسيد الأستاذ مسعود بوديبة الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة كلافاس. مرحبا، أهلا وسهلا وشكرا على تلبية الدعوة سيدي. شكرا جزيلا. بداية دعنا نبدأ مع الفصل الأول، يعني الفصل الأول بدأ متأخرا، الفصل في هذه السنة الدراسية الاستثنائية. طبعا الفصل الأول كيف تقيمونه لحد الآن سي مسعود؟ تقييمنا للفصل الأول خصوصا وأنه تزامن مع وضع صحي أثر بصفة مباشرة على سيرورة المرحلة، كان هناك ارتفاع للأرقام، كان هناك الآلاف إذا لم أقل عشرات الآلاف من موظفو قطاع التربية الوطنية أصيبوا بالوباء، وبالتالي هذا الأمر أمام تحدي بالإبقاء على المؤسسات التربوية مفتوحة، هذا الأمر لم يكن سهلا، لكن اليوم فتحت المؤسسات التربوية في نهاية شهر أكتوبر وإلى اليوم لازالها مفتوحة، العودة بالأمس وبالتالي نعتبر بأن الرهان الذي يعني أشرفت عليه الجماعة التربوية هو رهان ناجح إلى حد الساعة، يعني ناجح لحد الآن بعد ما بالنسبة للمرحلة الأولى. هناك وضع استثنائي، هناك مخططات استثنائية، كانت هناك جراء هذه المخططات كانت هناك ضغوطات كبيرة على الأساتذة. الأساتذة عملوا في ظروف صعبة، ضغوطات لكثافة الحصص أثرت بصفة مباشرة على حسن الأداء، أثرت بصفة مباشرة على التحصيل العلمي، ونظن بأن هذا ظهر أثره في نتائج الفصل الأول. نتائج الفصل الأول لم تكن في المستوى الذي كنا نطمح إليه، بطبيعة الحال نظرا لانقطاع التلاميذ عن المدرسة لمدة تقارب 8 أشهر، هناك مكتسبات قبلية افتقدها التلاميذ خلال هذه المرحلة، نظرا للضغط اللي عاشوا الأساتذة لم تكن الفرصة مواتية باش نقدروا نسترجعوا هذه المكتسبات ونعملوا في ظروف مريحة. كنا ننتظر بأن وزارة التربية الوطنية توفر لنا المناصب المالية المطلوبة حتى يعمل الأساتذة بدون ضغط، للأسف الشديد هذا لم يتم على مستوى الميدان. ولذلك فالنتائج المتحصل عليها تقريبا هي مرتبطة بهذه الظروف التي عشناها في الفصل الأول. نعم سيد مسعود بوديبة، دعني أرحب أيضا بسيد محمد سعيد عضو الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ معنا مباشرة عبر الهاتف. أهلا وسهلا بك سيد محمد سعيد، هل أنت معي؟ عضو الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ عبر الهاتف، هل أنت معي سيد محمد سعيد؟ يبدو أن سنعود إليك سيد محمد سعيد. أستاذ مسعود، الآن تقييم نتائج صراحة غير مشجعة في الفصل الأول، الآن في إعلان عن رزنامة الامتحانات المصيرية لامتحانات نهاية يعني نهاية الفترة الدراسية بالنسبة للأطوار الثلاث، الآن هل التوقيت مناسب؟ يعني قبل شهرين إعلان، في العادة كان قبل في شهر حوالي شهر أكتوبر تعلن رزنامة الامتحانات اللي يسميها الأولياء والتلاميذ مصيرية بالنسبة لها. طبعا هناك تأخر كبير في الإعلان عن تواريخ الامتحانات الرسمية، ونظن بأن الإعلان عن الامتحانات الرسمية هو برمجة لعديد العمليات سواء في الجانب التنظيمي، لأن التحضير للامتحانات يبدأ من بداية السنة، وكذلك برمجة على مستوى أبنائنا التلاميذ، معناها مسألة تواريخ الامتحانات الرسمية أو الامتحانات الرسمية يجب أن لا تكون محل جدل أو محل نقاش جانبي أو أخذ وعطاء. إذن اليوم الإعلان عن التواريخ هو أفضل من غدا من الغد، وبالتالي فاليوم نحن كذلك طلعنا مثل باقي الجزائريين على تواريخ الامتحانات الرسمية في شهر جوان. نعم. نحن الشيء الذي نقوله بأن ما عندناش خيار،
شهر جوان كشهر للامتحانات الرسمية هو الشهر المناسب نظرا للطبيعة الجغرافية بالنسبة للجزائر. نحن نعرف الظروف المناخية بالنسبة للمناطق الداخلية والمناطق الجنوبية وحتى بعض الولايات في الشمال. ما نقدروش نتجاوزوا هذه الفترة. إذن لما نعلن على التواريخ في شهر جوان هي التواريخ الأنسب. هي التواريخ الأنسب. في حديث كان في حديث وفي توقعات أنه راح يكون الامتحان في شهر سبتمبر لأنه في السنة الماضية يعني في نفس الظروف أدت إلى اجتياز هذه الامتحانات في شهر سبتمبر. أنا أظن بأن الخيار الأنسب هو شهر جوان. هو تأخير مرة أخرى الامتحانات إلى شهر سبتمبر نحن نراه غير لا يخدم لا مصلحة أبنائنا التلاميذ ولا نفسيتهم ولا حتى الامتحان في حد ذاته. نظن بأن الامتحان في شهر جوان هو شهر مناسب، فقط يجب أن نعرف بأن هذه السنة هي سنة استثنائية. والمخططات الاستثنائية فرضت نظام تدريس معين، وأنا سبق وأشرت بأن الظروف التي عمل بها الأساتذة كانت صعبة، أثرت على حسن الأداء وبالتالي أثرت على مستوى التحصيل بالنسبة لأبنائنا التلاميذ. إذن لذلك نظن بأن الضروري أن اللجان المكلفة بإعداد المواضيع للامتحانات الرسمية يجب أن تراعي هذا الأمر وتضعه في الحسبان، ما لازمش نهمل هذا الجانب. الأمر الثاني يجب أننا وخصوصا وأن الفصل المتبقي هو فصل قصير جدا، فترة التدريس لا يمكن أن تتجاوز الشهرين، معناها أفريل وماي، ولذلك فما لازمش يكون هناك ضغط على الأساتذة من أجل التقدم أكثر في البرنامج. معناها لازم نترك الأساتذة يعملوا في ظروف هادئة بدون تسرع وبدون حشو، ويجب أن نركز على الحد الأدنى للمفاهيم الأساسية التي يجب أن يتلقاها التلاميذ خلال السنة الدراسية، لأن هناك مستوى معين من المعارف يعني التعليمية اللي لازم يتلقاها التلاميذ، نحاول نعملوا باش يتلقاها في ظروف هادئة بدون ضغط وبدون تسرع وبدون حشو. يجب أن نطمئن أبنائنا التلاميذ لأن الامتحانات أو مواضيع الامتحانات راح تكون في الدروس التي درسها التلاميذ، وهذا الأمر متعود عليه. ونظن بأن اللجان اللي مكلفة بدراسة تقدم الدروس خلال السنة الدراسية يجب أن تراعي هذا الجانب وتقدم التقارير تاعها في الوقت المناسب حتى تكون المواضيع الامتحانات في هذا المجال. واضح. بالنسبة لهذه النقطة، نقطة الظروف الاستثنائية التي عمل فيها الأستاذ وأثرت على التلميذ، أيضا نعود ونتصل معنا عضو الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ السيد محمد السعيد. مرحبا بك سيد محمد عبر الهاتف، أنت معنا عضو الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ. مساء الخير. مساء النور. يقول السيد مسعود بوديب الظروف التي عمل فيها الأستاذ كانت صعبة واستثنائية، طبعا أثرت على حسن سير العملية التعلمية وعلى نتائج التلاميذ، كيف تقيم لنا الفصل الأول كعضو للاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ؟ والله بالنسبة للاتحاد الوطني للتلاميذ نرى أن الفصل رغم الوباء رغم المشاكل الكثيرة اللي تخللتها السنة الدراسية إلى أن الامتحانات الفصل الأول بالنسبة لنا جرت في ظروف حسنة. وبالمناسبة أهني كل التلاميذ الذين تحصلوا على العلامات الحسنة، وأهني كافة الأساتذة الذين بذلوا جهد رغم الضغط رغم الوباء كما قلت، إلى أنهم واصلوا وقدموا ما عليهم ومشكورين على ذلك. فبالنسبة لنا إذن بالنسبة بصفة عامة النتائج فهي حتى ولو بالنسبة لنا متوسطة على العموم،
يعني رغم المشاكل التي ذكرتها إلى أن مرحبوا بها، مرحبوا، وإحنا متقبلين هذه النتائج. نتمنى فقط بالنسبة للفصل الثاني تتحسن الأمور، تتحسن النتائج، والتلاميذ سوف يبشرون إذا هذا الفصل الثاني بكل رياحية بدون ضغط. ونقدم أيضا بالنسبة لنا نقدم نقال للأساتذة يواصلوا أيضا بدون ضغط، يعني تكون الامتحانات الجاية في دروس، تكون في الدروس التي سوف يأخذها التلميذ في كل الأطوار الثلاث. نعم سيد محمد، سأعود إليك. سيد مسعود بوديفا، سيمتحن التلاميذ طبعا في وفق، أنت قلت لي وفق المقرر الدراسي، وهذا معروف متعارف عليه. الآن ألا ترى أن العتبة تفرض نفسها في ظل هذه الظروف الاستثنائية؟ أنا نظن بأن يعني قضية العتبة لا داعي أننا نتكلم عنها، أو يجب أن نعتبرها من الماضي كمفهوم. لأن بالأساس منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، البكالوريا تكون دائما في الدروس التي درسها التلاميذ. وإن كان لابد أن تحدد الدروس تحدد على مستوى الهيئات المعنية بمتابعة تقدم الدروس، واللجان المكلفة بإعداد المواضيع. لكن في المدارس، يجب في بعض المدارس متأخرة طبعا. هو هناك أكيد هناك نتيجة عديد الظروف اللي تكلمناها، هناك عدم تجانس في تقدم الدروس من بين من أستاذ إلى أستاذ، ومن مؤسسة إلى مؤسسة، ومن ولاية إلى ولاية. وبالتالي هذا عدم التجانس هو من المفروض اللجان الولائية واللجنة الوطنية المكلفين بمتابعة تقدم الدروس كل المعطيات عندهم. إذن هذه المعطيات هي التي تقدم إلى اللجنة اللي راح تعد لنا المواضيع الامتحانات الرسمية. إذن التلميذ يكون مطمئن مسبقا بأن آخر درس اللي وصله هو الحد بالنسبة إليه في إجراء الامتحان. إذن هذا الأمر ليس بالمشكلة من المفروض على مستوى أبنائنا التلاميذ، وهذا الأمر يجب أن نطمئنهم مسبقا، سواء عن طريق القنوات الرسمية أو عن طريق الأساتذة، بأن التلميذ آخر درس درسه هو الحد بالنسبة إليه. حتى معناها، وفي النهاية المواضيع تكون عند آخر مؤسسة على المستوى الوطني في تقدم الدروس. إذن هذا ليس بالمشكلة بالنسبة للامتحانات الرسمية. نعم، سأواصل معكم ضيفي في عبر سيال السنة الدراسية 2020-2021. معي دائما هنا في الاستوديو السيد مسعود بوديبة، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة الكنابست، أيضا معي عبر الهاتف عضو الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ السيد محمد السعيد. مرحبا بكما. سيد محمد السعيد، دعني أبدأ معك في الجزء الثاني عن نفسية التلاميذ في ظل هذه الظروف الاستثنائية بعد فصل أول سنة دراسية من فصلين، الامتحانات المصيرية باتت قريبة جدا. ما وضعية أو كيف تصف لنا نفسية التلاميذ سيد محمد؟ نعم، دعني قبل كل شيء باسم الاتحاد أن نرحب بالإعلان الرسمي للامتحانات، الإعلان عن الامتحانات الرسمية بأطوارها الثلاث. لأن في السنوات العادية الامتحانات الرسمية كان يعلن عنها في تقريب في بداية السنة، أما العام هذا نظرا للمشاكل التي عانيناها جميعا فتأخر الإعلان، وإذا الأولياء والتلاميذ كانوا قلقين نوعا ما من تاريخ الامتحانات. ولكن بالإعلان هذا، بالإعلان الرسمي لأول مرة في هذا السنة، نرحب بهذا، ينقص شوية من الضغط على الأولياء وعلى التلاميذ.
نتمنى فقط أبنائنا يباشروا الفصل الثاني بكل راحة وينسوا نتائج الفصل الأول، يحاولوا يركزوا أكثر في ما يخص الدروس القادمة، ونطلبوا أيضا من الأساتذة يأخذوا بعين الاعتبار هذا الضعف اللي عاشوه التلاميذ، ويحاولوا كيفاش يتفهموا وضعهم ويبنيوا الاختبارات القادمة على أسس يعني يأخذوا بعين الاعتبار كل الظروف هذه اللي مروا عليها التلاميذ. و بالنسبة للشهر يعني شهر جوان أنا أعتبره هو شهر الامتحانات، نحن كنا ضد التأخير وضد التأجيل للامتحانات، فهو شهر جوان شهر الامتحانات، تعودنا عليها كأولياء، تعودوا عليها تلاميذ، وبالتالي نرحب بهذا التواريخ اللي رسمتها واللي جعلتها رسمية. واضح. دعني أعود لي يا سيد مسعود بوديبة، الحجم الساعي ونظام التفويج علاقة ذلك طبعا بعمل الأستاذ وأداؤه في القسم، فيه أمثلة أنه فيه بعض الأساتذة من الضغط يعني قاموا بحركة احتجاجية، ليس كذلك سيد مسعود؟ فعلا هو بالنسبة للتنظيم التربوي بناء على المخططات الاستثنائية فرضت واقع جديد ما يسمى بالتفويج والتناوب على مستوى المؤسسات التربوية. هذا التفويج وهذا التناوب ولا الضغط بالدرجة الأولى على الأساتذة، ضغط حجم الحصص أو عدد الحصص، لأن وزارة التربية الوطنية اعتمدت مقاربة بحيث أن الحجم الساعي القانوني للأستاذ ترجم بعملية حسابية بعيدة عن الرؤية البيداغوجية للأستاذ، وأصبح أستاذ مثلا ليعمل نوجد أستاذ من المفروض يعمل 18 ساعة يوجد نفسه يعمل 26 28 30 32 حصة. كيف ذلك؟ بمعنى الساعة لما الحصة تم انقاص الحجم إلى 45 دقيقة، إذا 15 دقيقة نجمعوا 15 دقيقة شحال من حصة تضاف، وهذا بيداغوجيا غير مقبول، لأن الحصة هي الحصة 45 دقيقة هي نفسها ساعة وهي نفسها 50 دقيقة، وعدد الحصص اللي كان يعمل فيها الأستاذ ولدت ضغط يعني كبير على الأستاذ نفسي وعملي، جعل عديد الأساتذة يلجؤوا أحيانا حتى إلى عطل مرضية. وهذا الحجم الحصص الكبير اللي يعمل فيه الأساتذة ولد لنا مشاكل على مستوى المؤسسات. الأساتذة صبروا في شهر نوفمبر، صبروا في شهر ديسمبر على أساس كانوا ينتظروا بأن وزارة التربية الوطنية رايحة تفتح مناصب مالية سواء فيما يخص خريجي المدارس العليا للأساتذة اللي كانوا ينتظروا التوظيف، أو استغلال القائمة الاحتياطية اللي كانت الرخصة إلى غاية 31 ديسمبر 2020، أو توظيف الأساتذة المتعاقدين اللي عندهم خبرات تصل أحيانا إلى 7 أو 8 سنوات. هذا الأمر لم يكن استغلاله، أو مورد التوظيف هذا لم يتم استغلاله، وبقي الضغط يعانيه الأستاذ، بما وبدأت تظهر لنا حركات احتجاجية محلية على مستوى المؤسسات على مستوى الولايات في شهر جونفي وفي شهر نوفمبر، وعندنا إلى اليوم حوالي 4 ولايات اللي هي راهي في مقاطعة إدارية، ولاية معسكر، ولاية شلف، ولاية قلمة، ولاية بومرداس، في مقاطعة إدارية بسبب هذا الضغط التنظيم التربوي لدعو الأساتذة. عندنا مؤسسات كانت في إضرابات، وإلى اليوم مثلا عندنا ثانوية أحمد شطيبي بوزريعة اليوم راهي في إضراب بسبب ماذا؟ بسبب وعود قدمت لهم بتغيير يعني الجدول الزمني، يعني اعطوهم توقيت جديد يوم الاحد البارحه، ما كانش الوعود لم تكن يعني مجسده ميدانيه. عندنا ثانويه الاخوه دراوي بومرداس اليوم في اضراب مفتوح، عندنا ثانويات اعلن او مؤسسات متوسطات في ولايات راهي علنت
على إضرابات بسبب هذا التنظيم التربوي. إذن نحن كنا يعني بعد 4 أشهر ونحن نحذر من هذا، وقلنا على وزارة التربية الوطنية أن تتدارك الأمر بفتح التوظيف مثلا بالتعاقد. نعم. بالتعاقد للتقليل من هذا الضغط. أو هناك تعليمات قدمتها وزارة التربية الوطنية، تعليمات مكتوبة رسمية قدمت للمديريات التربية ومنه إلى المؤسسات بالتخفيف من الحجم الساعي بناء على جملة من الآليات. نعم. المديرين على مستوى المؤسسات رفضوا تنفيذ هذه الآليات وهذه التعليمات لأسباب نحن نراها إلى اليوم غير موضوعية وغير عملية. نعم. إذن من المفروض على مستوى مديرية التربية يجب أنهم يسهروا على التخفيف على الأساتذة. نعم. باش نقدروا الفترة هذه فترة قصيرة، فترة 10 شهرين، وهي فترة لازم تتميز بالهدوء، لازم تتميز بالاستقرار، ما لازمش نزيدوا يعني نخليوا الوضع كما راه، وممكن توصل إلى احتجاجات وطنية تتحمل وزارة التربية الوطنية ومديريات التربية أسبابه. نعم. كآخر سؤال لك سيد محمد السعيد عضو الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ، ما الذي يجب على الأولياء وعلى التلاميذ قبل أكثر من بقليل يعني من 2 شهر على الامتحانات النهائية طبعا لهذا الموسم الاستثنائي باختصار جلسة محمد؟ حقيقة الفصل الثاني دائما هو فصل قصير، وبالتالي ندعو أولياء التلاميذ أينما كانوا إلى المتابعة الجيدة لأبنائهم والرفع من الضغط عليهم وكذلك نطلب ايضا نتمنى من كل الاساتذه يواصلوا مجهوداتهم، وهما مشكورين لان كلنا نعرف الضغط اللي راح يعيشوها الاساتذه. اكيد ان كل المؤسسات كثير من المؤسسات فيها بعض المشاكل، ولكن نحن نشجع كل الحلول التي تساعد الجميع والتي تأتي بنتائج ترضي الجميع. واضح. واضح سيد محمد السعيد عضو الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة عبر